السلام عليكم. النهاردة هنبدأ موضوع بيقابلنا في البراكس كتير، يعني دايما الحاجات اللي أنا بحاول أقدمها حالات فعلا بتقابلني في الشغل بتاعي، وبجتهد إن أنا أتعامل معاها من الخبرة، من الليتريتشرز، من الحاجات الأخرى يعني. فإحنا من الحالات بتاعت المينيمال تشينج نيفروتيك سندروم، هي ده أصلا ديزيز بتاع البيدياتريك. ولما بتكون انت في مكان بريفري مش مكان سنترال، انت وهاف تو ريفير الكيسز دي للبيدياتريك نيفرولوجي، لكن ده واضح ان بقى اوبشن ممكن يبقى مش موجود في اماكن كتير. فاحنا وهاف تو كفر السيكتور بتاع البيدياتريك مينيمال تشينج نيفروتيك سندروم. الموضوع بتاعنا احنا ان شاء الله هنبدا الاوتلاينز بتاعتنا، الايتمز اللي قدامنا دي كلها. As regard introduction, the minimal change nephrotic syndrome, زي ما اتفقنا هو له تعريف، له definitions. Minimal change nephrotic syndrome ده له تعريف، أو minimal change disease ده له تعريف. التعريف بتاعه بيبقى من أربع حاجات اللي قدامنا دي، إن هو باللايت مايكروسكوب ما عنديش أي glomerular lesions. لما بيجي بقى اللايت آخد بايوبسي وبقى أشوفها تحت الميكروسكوب، البايوبسي لوكس نورمال. لما باجي اعمل ستين بالاميوفلوسنت ستينز ما بيكونش عندي اميون ديبوزيتس، الا في بعض الاحيان بيبقى فيه ممكن سي 3 واي جي واي واميونوجلوبين ام. الحاجه البوزيتيف الوحيده اللي هي بالالكترومايكروسكوب بيكون عندي فوت بروسيس افيسمنت، ولكن دي مش سبيسيفيك للمينيمال تشينج، ده ممكن يبقى في ديزيز ثانيه زي ما احنا قلنا قبل كده كانت موجوده معانا في الفوكال سيجمنتال جرانولوس جروس. الحاجه الرابعه اللي بتميز المينيمال تشينج ديزيز ان هي كورتيكوسترويد ريسبونسيف، تستجيب قوي للكورتيكوسترويد. يبقى الديفينيشنز ده هو احطه في دماغي من خلاله انا داخل على المينيمال تشينج ديزيز. ده الصوره اللي باللايت مايكروسكوب زي ما احنا شايفين، ده الجلومرال تافت. لما يجي يشوف البيزمنت ممبرين اهي السن، نشوف الاندوثيليال سيل في مكانها، الابيثيليال سيل في مكانها، الميسانجم عندي وز النورمال، الميسانجال سيلز عددها برضه وز النورمال. فاللايت مايكروسكوب هنا كل حاجه هنا واضحه مفيش فيها حاجه. لما نيجي نتكلم عن السيكتور بتاع التبيولز اهي اللاينز البراش بوردرز موجوده ومفيش فيها عندي ان السيلز دي مش موجوده في حاله زي حاله الاكيوت كيدني انجل او الاكيوت كيدني نيكروزيس، مرصوصه جنب بعضها عشان ما يبقاش في عندي انترستيشال. الالكترومايكروسكوب ده الدايجنوستيك زي ما احنا قلنا، هو دايجنوستيك وان كان مش سبيسيفيك. على الناحيه الثانيه دي ده الشكل الطبيعي بتاع النورمال جلوميرولس، ده البيزمنت ممبرين، ده الاندوثيليال سيلز، وده البودوسايتس بتبقى محطوطه على البيزمنت ممبرين زي ما احنا شايفين كده، وده ما بين البودوسايتس وبعضها حاجه اللي بيسموها السليت دايفرام. ماشي. على الناحيه الثانيه اللي هو الشكل اللي جنب على الناحيه بي اللي هو سلايد بي، عندي في عندي اللي هي الفود بروسيس افيسمنت، بدات البودوسايتس دي تلزق في بعضها. الكلام ده كلير. المينيمال تشينج زي ما احنا قلنا عشان نكمل الانتراكشن بتاعها، هي بيبقى ديزيز بتاع التشيلدرن او اليانج تشيلدرن، الايدج بتاعه حوالي من 2 ل 7 10 سنين، ده مور كومن، يعني دي الحاله البروتونيه في السن الصغير ده. هنا بقى ممكن انا واخد بايس ان انا ابدا استرويد من غير ما اخد بايوبسي ولا حاجه. لكن في الادلت انت لازم تاخد بايوبسي قبل ما تستارت استرويد، لان هي في الادلت بتأفكت من 10 ل 15%. الاتيولوجي بتاعنا هي موست كيسز ار ايديوباث، لكن في حالات سكندري. عندي سكندري لبعض الديزيزز زي الكانسرز، هوتشكن ديزيز، في بعض الادويه الشهيره بالذات عندنا الايرا بتاعت الالفا انترفيرون في حاجه الهباتيتس سي، كمان النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، الليثيوم، بعض الادويه موجوده بتؤدي الى مينيمال تشينجز. لكن ميني كيسز بيبقى في عنده هيستوري في اليرجي، عنده اتوبي، عنده ازمه او اكزيما، الحاجات دي برضه ممكن تبقى اكومبانيد باي مينيمال تشينجز. التيبل اللي قدامنا ده بيشو الدراجز المشهوره قوي توبوتوم مايند، ان العيان لما بياخد الادويه دي ممكن قوي قوي يحصل له مينيمال تشينج. كان بيجي لنا حالات اللي هي بياخدوا انترفيرون وهيباتيتس سي ويخشوا في سفير بروتونيوريا. هي الالفا انترفيرون بيعمل مينيمال تشينج وبيعمل حاجات ثانيه، لكن بوتوم مايند الموضوع ده. الليثيوم برضه
سيظهر بيعمل ممكن يعمل كرونيك انترستيشن نفرايتس، لكن برضه ممكن يعمل مينيمال تشينج ديزيز. الناس اللي هم بتوع الروماتويد ديزيز وبياخدوا بولد ثيرابي ان انا استرويد الالرجي في برضه في المواسم عندنا بتاعت الربيع والسبرينج والحاجات اللي زي كده ممكن يبقى في بعض الناس بتيجي بمينيمال تشينج. الناس اللي بياخدوا امونيزيشنز، الانسكت ستينكس، الهاوس داست، الحاجات دي كلها برضه بريدكتور فاكتور ليا. حالات المالجنس زي ما احنا قلنا قبل كده زي الهوتشكنز، المايكوزس، فانجويدس او الكرونيك الفوسيتك لوكيميا، ده برضه ممكن يبقى اكامبانيد باي مينيمال تشينج. لما نيجي نتكلم على الباثوجينيسيس ده بيكون ديفكت في الجلومرال فلتريشن. الجلومرال فلتريشن بارير احنا عندنا اللي هو البيزمنت ممبرين، ده المفروض له سيكونس بشكل معين في صور هتوضحها اكتر، لكن اي ديفكت فيه ده بيعمل بروتينيوريا، والبروتينيوريا دي بينتج عنها ان بيكون عند هايبو البومونيميا والكونسيكونس اللي بتحصل بعدها. احنا في النيرمال جلومرايد في عندي بارير اللي هو مكون من جلومرال بيزمنت ممبرين والستيت دايفرام اللي هي بتكون البودوسايتس، وكمان عندنا اللي هو النيجاتيف تشارجز الموجوده سواء في البيزمنت ممبرين او في الستيت دايفرام اللي هي بتعمل ريبلشنز للالبومين مولكيولز. الالبومين اللي هو لارجر ذان 4.5 نانومتر ده ما بيعديش، لكن لما بيحصل افكشن زي ما يحصل في الصوره اللي قدامنا دي ده بتوضح قوي ايه اللي بيحصل. على الناحيه اللي هي الشمال دي ده النورمال ابيثيليوم، ده البيزمنت ممبرين، ده الاندوثيليوم وده الاندوثيليوم في الستريت اللي بينها، وده البودوسايتس اللي بينها في الستريت دايفرام. الالبوم مولكيولز هي حتى لو الحجم صغير النيجاتيف تشارجز اللي موجوده هنا عندي في البيزمنت ممبرين بتعمل لها ريبالشنز. طيب الحالات بتاعتنا احنا بيحصل انجري للبودوسايتس، بتبدا الانجري ده بيخلي الاندوثيليوم يحصل افيسمنت فبيخلي بعض الحاجات تلتصق ببعضها والاخر بيسيب مسافه كبيره. المسافه الكبيره ده اللي بيخلي الالبومين يعدي، وده اللي بيعمل السيفير بروتينيوريا اللي موجود. الابيدميولوجي بتاعنا هو ده ديزيز للبويز اكتر من الجيرلز، ده في التشيلدرن، لكن في الادوليسنس الاثنين بيبقوا زي بعض. طبعا احنا ما عندناش ريجستري، ولكن في الاماكن فيها ريجستري زي اليونايتد كينجدم هم عندهم 1 لكل مليون، يونايتد ستيتس 27 لكل مليون. في اليونايتد ستيتس بداوا يقولوا ان الناس اللي هم المور كومن في الساوث اشنز والنيتيف امريكانز، ولكن الافريكان امريكان زي ما احنا قلنا عشان ابو لايبو بروتين 1 ده بيبقى مور برون للاف جي اس. لما نتكلم على كلينيكال مانيفستيشنز العيان جاي بايه؟ العيان جاي بجنرالايزد ايديما وعنده فلويد ريتنشن، ولو اجي اعمل اسسمنت انا ممكن الاقي الفلويد ريتنشن اللي عنده تقريبا توازي 3% من البادي ويت بتاعه. وتلتلي الحالات بالذات في التشيلدرن بيبقى يعني دايما فولد باي انفكشن، ابر ريسبيرتوري انفكشن هو التريجر عندي، هو التريجر عند الريلابس. كمان السيمتومز بتبقى جايه رابيد اونست، العيان في خلال فتره وجيزه واربع منفخ في خلال فتره بسيطه قوي، بيبقى عنده اسايتس، ممكن جدا يبقى عنده بلورال افيوجن، ممكن يكون عنده بريكارديال افيوجن. ده الشكل بتاع الطفل اللي جاي بمينيمال تشينج ديزيز. كمان ممكن يخش بالمونري ديما بالذات لو انت تبدا تدي البوم انفيوجن بريت عالي، ممكن جدا يكون عنده هيباتوميجالي. في ديستريبيوشن ايديما اللي هي بتعتمد على الجرافيتي بتاعتي، هتلاقي لور ليم الحاجات اللي زي كده، وان كان الفيس بابلز بيبقى موجود عندنا. كمان بيبقى في عند الروس إديمة، بيكون عندي إديمة أو زباول، والعيان ممكن يجي بدايريا أو ابدومينال بين. كمان في عندي في النيلز حاجة كاركترستيك أوي اللي هو الميركس لاينز، وده هوريها لكم في الصورة اللي جاية، بيكون وايت لاينز عندي في النيل بيد، والزنسومز اللي هي بتبقى أكامبانيت بالهايبر جروس هايبر ليبيداميا. والهايبر ليبيداميا زي ما احنا فاهمين إن البروتين سنسز في الليبر عشان الروس بيزود البروتين سنسز، والمكنه اللي بتصنع البروتين هي اللي بتصنع الليبيدز، فعشان كده ممكن يحصل عندي جروس هايبر ليبيدال. ده الزنسومز، وده الوايت لاينز في البيت اللي هي الميركس لاين، وده البروفيوس إديما اللي بتبقى موجوده في العيانين بتوعنا. الميكروسكوبيك كومنتيريا بتحصل بس اكشوال از رير، الهايبر تنشن برضه اكشوال از رير، ولكن ممكن يحصل. والهايبر تنشن له اسباب، ده هايبر فوليميا
او يكون عندي اجريسيف دايوريسيس بيعمل هايبوفوليميا اللي هي بتعمل ستيموليشن للراس سيستم. كمان موضوع السكندري والبرايمري، المفروض ان السكندري بيبقى يعني باثولوجيكال او هيستولوجيكال هو زيه زي البرايمري، مفيش فرق بيننا، ولكن احنا عايزين نتفق ان في بعض الادويه سيئات السمعه زي الفينوبروفين، ده دواء سيء السمعه في القصه بتاعت الاندكشن بتاعت المينيمال تشينج ديزيز، وفي له ايديوسينكراتيك رياكشن. كمان بعض الادويه زي ما احنا قلنا الانترفيرون الفا او بيتا بيعمل الكلام، وبعض الديزيز الهوجكن ديزيز، وزي ما احنا اتفقنا ان الباثولوجي بتاعهم بيبقى قريب لبعضه. وان كان الكلاسيك مينيمال تشينج عاده بيبقى في عندها الماء البروتونيا مور ماسيف عن السكندري فور. الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل عندنا طبعا قبل اليوز بتاع الكيوراتيف تريتمنت اللي هو الاسترويدز، كانت في حالات بتموت من الانفكشن و بيحصل بروتونايتس وسيبسس، وفي عندنا في الليتريتشرز 1984 كان في حوالي 6 حالات من اراوند 389 تشيلدرن ماتوا بسبب الانفكشن. البروتونايتس بتبقى بتحصل والستريبتوكوكس نمونيا والهيموفيلس انفلونزا، دول كانوا هم امبليكيتد في الموضوع ده. وعشان كده في ريكومنديشن للتشيلدرن اللي هم عندهم ريلابس، انت هنتكلم في التريتمنت دلوقتي، والتريتمنت سهل انك تبدا استرويدز، لكن الصعب انك تكيب الريميشن ولما يحصل ريلابس. طب هتعمل ايه مع التشيلدرن؟ ففي عندي هنا الدوكيومنتس بتقول لي العيان اللي هو بيبقى فريكوينت ريلابس المفروض تديله فاكسينز اجينست او تو اومنايز البيشنت اجينست ستريبتوكوكس نمونيا والهيموفيلس انفلونزا بوت ذيس ان مايند بليز. البروتونايتس في الادلت برضه ممكن تحصل، والمشكله بتاعتنا زي الحاله بتاعت الدكتور رامي الاسبوع اللي فات بتاعت الامايلويد، والعيان اللي كان جايب انفاركشن سيرفر انفاركشن، الثرومبومبوليزم ده موجود عندنا، الفينوس ثرومبومبوليزم موجوده، احيانا بيحصل بالمر امبوليزم، ودي للاسف بتبقى ممكن اوفرلود في التشيلدرن ما بتشخصش. كمان ممكن يحصل عندي كاتاستروفيك ايفنتس زي الانتر سيلفر فينوس والساينس فينوس ثرومبوز زي ما حصل في الحاله بتاع الاسبوع اللي فات. الارتيريال ثرومبوز برضه ده وارد معانا، وده ده فيرد كومبليكيشن، واحيانا يؤدي لوس اوف ليمب. لو انت ما خدتش بالك من القصه دي العيان ده ممكن يلوس الليمبس بتاعته. كمان برضه رينال فانكشن يعني يوجوالي از بريزيرفد، ولكن لما بيحصل ساعات يعني اوفر زيلوس دايوريتيك دايوريسيس ممكن العيان بتاعي يخش في اكيوت كيدني انجن. فا اي هاف تو كيب الفوليميك ستيتس بتاع العيان بتاعي عشان ما يخشش في سيفير هايبوفوليميا وذ كونسيكوينتلي اكيوت كيدني انجن. الباثولوجي بتاعنا احنا قلناه قبل كده ان اللايت مايكروسكوب والاميوفلوسنت نورمال، لكن عندي فيست للبودوسايت وهي بتبان بالالكترو مايكروسكوب، واحيانا بيبقى في عندي شويه هايلاين كاست اللي هي بتعمل اوستراكشر للتبيولز، واحيانا رير فوم سيلز ممكن تبقى موجوده، ولكن انا عاده ما بيبقاش في عندي اكيوت تيبرال انجري الا اذا كان في عندي سيفير اوفر زيروس دايوريسيس. ده الباتر اللي احنا ورينا الصوره بتاعته قبل كده اللي هي الفيز بتاعت البودوسايتس سيلز اللي موجوده على الاوتر لاير بتاعت البيزمنت ممبرين. الدايجنوز بتاعي وصلت لمرحله العيان جاي بإديمة وعنده هيفي بالكنيوريا، في بعض الحاجات اللي انا عايز امشي فيها زي خارطه الطريق او رود ماب ان انا امشي مع العيان، امشي معاه ازاي؟ عيان جاي بإديمة، جاي بهيفي بالكنيوريا، اليورين مايكروسكوب ممكن يبقى في عندي هايلاين كاست، احيانا نيبل كاست، في عندي هايبو البومونيوميا، البومونيوميا بتبقى اقل من 2.5 مللي جرام، والنفروتك رينج بروتونيوريا اللي لها تعريف اللي هي تكون اكتر من 3.5 جرام لكل 24 ساعه في الادلتس. بالنسبه للبيدياتريك لهم تعريف تاني غيرنا، والتعريف ده سهل ان انا احول من الجرام للجرام هنا لكل كيلو جرام ازاي احوله للسكوير مترز. بالنسبه للتشيلدرن بيكون اكتر من جرام لكل سكوير متر بير 24 اورز يورين، ده التعريف بتاعها. بيكون معانا ممكن هايبر ليبيديميا، عندي احيانا هايبوناتريميا او هيمو كونسنتريشن حتى قبل ما استخدم الدايوريتك، بيكون احيانا ممكن عندي ليفيتد يوريا اند كرياتينين، احيانا السيرم اميونوجلوبولين جي بيكون واطي شويه والاميونوجلوبولين ام بيكون انكريزد، ولكن الكومبلمنت ار نورمال.
في سؤال يقول لك ايه السلكتيفيتي اندكس. السلكتيفيتي اندكس يعني المولكيولز اللي هي بتاعه الالبومين او البروتين اللي بتعدي من الفلتريشن بارير بيكون حجمها صغير. لما يكون حجمها كبير بتبقى ما هياش نون سلكتيف. السلكتيفيتي دي احنا عاده بنعمل الدرايفنج السلكتيفيتي اندكس درايفد فروم ذا ريشيو اوف ميونوجلوبولين جي كليرنس تو البومين كليرنس. ودي المعادله بتاعتها ان انا بعمل اميونوجلوبولين في اليورين تايمز البومين في السيرم ديفايدد باي اميونوجلوبولين في السيرم تايمز البومين في اليورين. لما يكون عندي السلكتيفيتي اندكس ده اقل من 1/10 ده بيكون عندي البروتينوريا اللي موجوده عندي بيسموها هاي سلكتيف. لو هي اكتر من 2/10 بتبقى ايه نون سلكتيف. الكلام ده في الادلت ملوش قيمه لان هي عاده بتبقى نون سلكتيف. كمان ملهاش قيمه فيما يخص الكورتيكوستيرويد ريسبونس سلكتيف او نون سلكتيف ما عندهاش قيمه قوي. ولكن في بعض الاخوه الممتحنين يسالك دايما ايه السلكتيف اندكس دي على اعتبار الترمينولوجي ده ما عادش مستخدم او ما عدناش احنا بنستخدمه لكن هو موجود في الحاجات القديمه. زي ما اتفقنا كده ان لما اجي نعمل دايجنوزز زي ما قلت لكم للتشيلدرن اللي هو الايدج بتاعه من 2 لـ 12 وجايب البروتينوريا وجايب الكومبليت بيكشر بتاعت الميتابوليك سندروم انا مش محتاج اعمل بايوبسي ومتاح لي ان انا استخدم الاسترويد ثيرابي في 60 ملي جرام لكل متر سكوير بير داي اللي هي تقريبا من 1 لـ 1.5 ملي جرام لكل كيلو جرام. في الادلت المفروض ان احنا وي هاف تو ستارت رينال بايوبسي. لما يجينا عيان ادلت اي هاف تو ستارت رينال بايوبسي على اعتبار ان الوت اوف كيسز اللي هي نفروتك بروتينوريا بتكون كورتيكوسترويد ريزيستنت. كمان بيبقى في عندي شويه ديفرنشال دايجنوزس ان مينيمال تشينج ممكن تيجي بحاجات شبيهه له. البيشنت اللي جاي ومعاه نفروتك رينج بروتينوريا ممكن اتلخبط او مع الاف جي اس بالذات لو انا في بعض السكوت البروماراي نوت سامبلد اللي بياخد السامبل بتاع البيوبسي ما خدش البروماراي اللي تبقى ساعات ديب شويه ما خدهاش فبالتالي ممكن الاف جي اس تبقى معانا في الديفرنشال دايجنوزس. كمان اللي لو عندي يانج تشيلدرن في حالات اللي هي الهيريديتري نفريتك سندروم نفروتك سندروم ممكن تبقى زي المينيمال تشينج. كمان عندي الايرلي ميمبرانس ممكن برضه ولايه الميكروسكوب تبقى زيها زي المينيمال تشينج. ولكن اللي بيفرق بينه وبين بعض هنا اللي هو الاميونوفيرسال ان بيكون عندي في الميمبرانس يكون في عندي اميون ديبوزيتس. كمان الايرلي امايلويد ممكن تمامك المينيمال تشينج ديزيز هيستولوجي في الهيستولوجي في الايرلي سيتويشن ولكن طبعا هيبقى لها سبيشال ستين لها كونجريت ستين اللي هي بتبين قبل بيرفرنجنس ديبوزيتس. طيب لما يكون العيان جاي بنان نفروتك سندروم بيكون عندي بيزمنت ممبرين في عندي ديزيز اسمه سين بيزمنت ممبرين وده ديزيز ممكن يظهر في اللايت مايكروسكوب نورمال ولكن اللي بيشخصه لنا الالكترون مايكروسكوب انه بيوضح السين جلومر بيزمنت ممبرين على اعتبار البيزمنت ممبرين ده له ثيكنس معين في نورمال في ثن في سكر. الناتشرال هيستوري بتاعنا ان الحالات دي عاده بيحصل ممكن يحصل سبونتينيوس ريميشن لوحدها او سبونتينيوس ريكفري. الحالات دي عاده ما بتخشش في انديسيجنال ديزيز الا اذا كان مصحوبه باندياجنوز اف جي اس واعتبرنا الاف جي اس ده لها باد بروجنوزز. ان الحالات اللي هي بتاخد تريتمنت بتستجيب هي سترويد سيستم ولكن في مشكله عندي في الريلابس والريلابس عندي اكتر في التشيلدرن اكتر منه في الادلت. كمان الديوريشن بتاعت الديزيز نفسها بتبقى انفرسلي مع الايج يعني كل ما المينيمال تشينج جت في سن صغير فالديوريشن بتاع الديزيز هتبقى كتير. يعني عيل صغير جاي سنتين هتلاقي ان الهيستوري بتاع او الديوريشن بتاع المينيمال تشينج هتكون عاليه قوي. يعني عيل عنده سنتين ممكن الديزيز عنده تبقى 16 سنه عكس طفل 15 سنه ممكن يبقى الديزيز عنده ما يزيدش عن سنه او حاجه زي كده. دي بعض التعريفات قبل ما نخش في التريتمنت. ريلابس يعني ايه؟ فريكونت ريلابس يعني ايه؟ كومبليت ريميشن بارشال ريميشن يعني ايه؟ سترويد ريزيستنت يعني ايه؟ سترويد ديبندنت. التعريفات دي مهمه جدا عشان احنا داخلين على الخطوه المهمه بتاعت التريتمنت. في انيشال تريتمنت احنا بنعمله لغايه لما تطلع بايوبسي
او اذا كنت هدي الاسترويدز برضه فالانيشال تريتمنت ده بيكون موجود معانا بيسموه ادجانكت ثيرابي. اهم شيء ما ننساش قبل الموضوع لو سولت دايت، ما تقولش العيان يبقى بيد ريست، ده بينهانس القصه بتاعت الثرومبوزس او الريسك بتاع الثرومبوزس. الدايوريتكس ممكن يبقى لها استخدام معانا بس يبقى في الواحد كوشيس عشان ما يخشش العيان بتاعه في هايبوفوليميا ويدخل عيان في اكيوت كيدني انجري. البيشنت وذ برولونج ريفيو سندروم لازم احط في اعتباري موضوع التريتمنت بتاعت الهايبر ليبيديميا والثرومبوزس بروفلكس وفلكس زي ما احنا اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت. ده الالوجريزم بتاع التريتمنت بتاع المينيمال تشينج ديزيز في التشيلدرن. هنقسم التريتمنت بتاعنا تشيلدرن وادلت، ده له ابروتش والتاني له ابروتش تاني. هما اتفقنا ان التشيلدرن عاده بيكونوا كورتيكوسترويد سنسيتيف، والمشكله مش الريسبونس، المشكله اصلا في الريلابس. الكورتيكوسترويد احنا السيرب اللي انت بتستخدمه في عندي نان في ريسبوندر وفي نان ريسبوندر. الريسبوندر بنقسمه في بعض الحالات بيحصل لها ريلابس، في حالات ما بيحصلش، في حالات بيحصل اوكيجنال ريلابس. اللي بيحصل له ريلابس انت المفروض تبدا ستارت استرويد تو روي امبلمنت استرويد ثيرابي تاني. طب لو حصل ريلابس تاني ده بيكون عندك في دور للسكند لاين ثيرابي. بتكلم عن سايكل فوسفومايد، بتكلم عن ليفامازول وده انتي بارازيتك ثيرابي مش موجود في كل الاماكن، وبتكلم عن سايكلوسبورين، اتكلم عن ام اف، اتكلم عن التاكروليماس. كل الحاجات دي اوبشنز بنختارها عشان تو افويد الكرونيك سترويد توكسيستي. بالنسبه للنون ريسبوندر عاده ما بتستناش كتير، بتشتغل على طول بالسايكلوسبورين ولو ديوريشن بشكل معين، ولو دخل في الميشن ده خير، ما دخلش في الميشن بيبدا يخش في السكند لاينز اللي هي متاحه عندنا، بالاضافه ان احنا في عندنا نيو ايجنتس اللي هو ريتوكسيماب اللي هو سي دي 20 انت سي دي 20. زي ما اتفقنا الكورتيكوسترويدز ده الدوز بتاعته ان احنا بنتكلم 60 مللي جرام لكل متر سكوير بير داي الماكسيمم، ده بالنسبه للتشيلدرن عشان ما ننساش، وبيكون الماكسيمم دوز الافيلبل بالنسبه لي 80 مللي جرام ديلي. وبعد كده ده بيكون المفروض 3 ديفايدد دوزز مش هديه وانس، والمفروض برضو ان انا احط في الاعتبار ان انا ادي العيان اتش 2 بلوكر يا بي بي اي تو افويد المشكله بتاعت الاسترايتس والكلام ده، وبرضو احط في دماغي ان انا ممكن ادي البيسفوسفونين او ادي الكالسيوم والالفا كالسيول عشان القصه بتاعت البون استيوبروزس اللي هي تبقى كومبليكيتد للاسترويد سبب. بعد الريسبونس ويزن 2 ويكس انا ببدا اعمل التابرنج، والتابرنج هيبقى له دياجرام هيظهر دلوقتي. الكورتيكوسترويد ريسبونس في التشيلدرن زي ما احنا قلنا هو اوبتيمال واسرع من الادلت وبيتم في وقت قصير، والتيبل اللي قدامنا بيشو على الواي بيوريكم الكاميرا برسنتج اوف بيشنت ويز يورينري اند كومبليت ريميشن، وعلى الاكس بتاعنا الدايز اوف بريدنزولون ثيرابي. هنا الاطفال في وقت قصير بيستجيب، احنا بنتكلم في خلال شهر 30 يوم، الادلت ممكن يقعد اكتر من 3 شهور على ما يبدا يستجيب الاستجابه الكامله. في بعض الريكومنديشن عشان لان في ديبيتس بالنسبه للديوريشن بتاعت الاسترويد ثيرابي ما بين بعض الاماكن زي الانترناشونال سوسايتي اوف ديزيز اوف تشيلدرن، ان هي بتقول ان هي تستخدم فول دوز اللي هو 60 مللي جرام لكل متر سكوير بير 24 اورز لاربع اسابيع، وبعد كده بيبدا يحصل عندي ريميشن، بستنى اسبوع وبعد كده ابدا اعمل الترنيت دي تابرنج ان انا بدي 40 مللي جرام لكل متر سكوير افري 48 اورز لشهر كمان او لست شهور. ولكن في دراسات بتقول لا، خلي الديوريشن بتاع التريتمنت 3 شهور افضل عشان ده بيزود القصه، بيقلل القصه بتاعت الريلابس. ودي دي ميتا اناليسيز ستاديز وكانت بتفيفور ان انا استخدم الاسترويد ثيرابي في التشيلدرن عليه الصلاه والسلام لمده 3 شهور افضل من الشهرين. وهنا الريلابسز في الدراسات الستاديز المختلفه بتفيفور ان انا امد الفتره بتاعت الاسترويد ثيرابي لمده 3 شهور فيرسس 2 مانس. كمان الجيرمان سوسايتي اوف بيدياتريك نفرولوجي هي اقرت نفس الكلام، ولكن التابرنج بتاعتها ما كانتش عايزه تعمل جرادوال تابرنج، عايزه تعمل صدم ستوب، ولهم ما يبررهم في هذا الاستخدام. احنا دلوقتي اتكلمنا عن الانيشال ثيرابي، اتكلمنا على الفيرست الوصول هنستخدم ازاي. طب في حالات الريلابس
اعتقد الرود ماب اللي احنا عملناها كانت موضحه هذا الكلام، ان انا اي هاف تو ريوز استرويد تاني في حالات الريلابس، وهحط في اعتبار القصه بتاعه التوكسيستي، العيان بدا يشتكى، العيان دايابيتك، العيان اوستيوبروتيك، العيان بقى في مشاكل من الاسترويدز ولا لا. ما كانش انا الريسيوم بالنزلون بنفس الدوز اللي احنا اتكلمنا عليها، والتابرنج برضه بنفس الروت بتاعنا ان احنا بنتكلم 40 ملغ لكل متر سكوير لكل 48 ساعه بنفس التوقيت بتاعنا. ده الريلابس. طيب في عندي ترمينيشن تاني اللي هو الفريكونت ريلابس بالعام، كل ما تيجي توقف الكورتيزون بيرجع في خلال فتره وجيزه الريلابس، او العيان لما تيجي تعمل تابرنج بيرجع الريلابس تاني. الناس دي مش هينفع توقف الاسترويد، مش هينفع تمشي العيان على طول على الاسترويد، فانت بتضطر تستخدم الالكاليتنج ايجنتس زي السايكلوفوسفامايد والكلورامبيسين، وزي ما اتفقنا الانتي بارازيتك اللي هي بيزول او السايكلوسبورين وبقيه الفريق اللي احنا بنتكلم عنه. بالنسبه للسايكلوفوسفامايدز الدوز بتاعتنا في التشيلدرن من 2 ل 2.5 ملي جرام لكل كيلوجرام بير داي، والفتره بتاعتنا زي ادفايز ان احنا نقعد 12 اسبوع، يعني بنتكلم في 3 شهور، ولكن احط في اعتباري السيريس سايد افكتس بتاعت السايكلوفوسفامايد اللي هو بيعمل انفكشن، بيعمل الوبيشيا، بيعمل استريليتي، بيعمل هيموراجيك سيستايتس، بيعمل بلاد كانسر، بيعمل هيماتولوجيكال مالجنت نيوبلازم. الكلام ده تحطه في اعتبار انت هتشفي كده، لكن انت هتخرب حاجات ثانيه، فبالتالي بوتوم لاين عشان الدوز نفسها تبدا تتغير على هذا الاساس. كمان لو حصل ريلابس المفروض ما استخدموش ثاني. كمان في ريكومنديشن ان احنا ما نستخدمش السايكلوفوسفامايدز في التشيلدرن اللي هم سنهم اقل من 5.5 ييرز، والتيبل ده بيشو واي ان الريميشن عندي هنا في الايدج اللي كان فوق 5.5 افضل منه بكتير من الناس اللي كان سنها اقل من 5.5. الكرون بيسيل ده برضه عندي كالترناتيف للسايكلوفوسفامايد، ولكن برضه هو عنده مشكلته انه في جريتر فريكونسي اوف ادفيرس افكت زي السيزرز، وبالتالي ده برضو في الحط في الاعتبار معانا. برضو بالنسبه لنا خلال التريتمنت بتاع الالتريتنج ايجنت المفروض يبقى في عندي ريجولار تشيك اب للبلاد كاونتس عشان الليوكوبينيا، وده المفروض يكون اون ويكلي بيزس، ومن خلالها الدوز نفسها احنا قلنا من 2 ل 2.5 ممكن العب في على حسب الليوكوسيت كاونت. كمان بيبقى في عندي بعض الانفكشن اشهرها الفاريسيلا انفكشنز والحاجات اللي تاخد بالي منها، وعشان كده تشيلدرن ممكن ياكلوا لازم يزود المناعه بتاعتهم ببعض الحاجات اللي بتخلي زي الهايبر ايميونوجلوبولين، ده ممكن ابدا استخدمه قبل ما ابدا الكاليتنج ايجنت او معاه. بالنسبه للسكند تشويس عندي في الحالات اللي هي الكورتيكوسترويد ديبندنت او الفريكونت لابس، ان انا ممكن استخدم السايكلوسبورين. السايكلوسبورين الدوز بتاعته 150 ملغ لكل متر سكوير، او بالتعريف بتاعنا من 3 ل 4 ملغ، بحيث ان انا اجيب التراف ليفل بتاعي من 50 ل 150، ده بيكون كويس. ولكن في مشكله في الاسترويدز ان انت هاف تو كيب لونج دوريشن اوف ثيرابي من 6 شهور لسنه. وكمان في مشكله لما بيحصل ريلابس الريسبونس بتاعه مش مظبوط بعد كده. في عندي وقت ما قلنا السايكلوسبورين، يبقى لازم نتكلم على التاكروليمس اللي هو البارت بتاع السي ان اي اميونوسبريسيف دراجز. وفي بريفليج عندي للتاكروليمس ان هو سوبيريور كوزموتيك، اللي ما عندوش سايد افكتس بتاعت السايكلوسبورين اللي هي في صوره الهايبرترايكوزس والجينجيفال هايبرتروفي. انا في طفله كانت بتعالج معايا وكانت بتوقف الاسترويدز، لكن كان عاملها لها الاسترايا والاوبيزيتي وحاجات زي كده. برضه في واحد تاني ما بياخدش، وده بيخلي الكومبلاينس او الريميشن بتاع العيان بشكل بور، ان الكومبلاينس بتاع العيان مش كويس. البنت طبعا بتدخل من الاسترويدز وبداوا زمايلاتها في المدرسه يعايروها ان هي تخينه وحاجات زي كده، فبتوقف العلاج، فبالتالي انت البور بروجنوزس من ناحيه السرطان. وهاف تو بوت ان مايند الايشوز ديت اللي هي الكوزموتيك، والعيان في الوقت ده بيبقى محتاج اشورنس. ولو في عندي وسائل انا استخدم، يعني نقول مثلا كانت في واحده عندي ميمبرانس وبستخدم النيورال اللي هو السايكلوسبورين، ولكن مع الهير بروث اللي حصل في جسمها كان شكل مرعب جدا. لما عملنا شيفت من التاكرولومس الهير بروث اللي موجود والهايبرترايكوزس بقت اقل بكتير، فهو هنا اذا كان عندي متاح استخدمه يكون افضل. هو عيبه بس في الكوست.
as regard optimal dosing احنا بالنسبه للتاكرولماس انا برضو زي ما قلت تراف ليفل بتاع السايكلوسبورين من 50 ل 150 لازم اعرف التراف ليفل للتاكرول البروجراف او التاكرولماس من 4 ل 8 نانو جرام. كل الايشوز بتقول ان هما الاثنين هيد تو هيد الاثنين نفس الافيكاسي از ريجارد الابريميشن بالنسبه لحالات المينيمال تشينج. الليفاميزول ده برضه كانتي بارازيتيك وميزته انه ما فيش عنده نيفروتوكسيستي او التوكسيك باترن بتاعه اقل بكثير من الاسترويدز او بعض الادويه الثانيه، وهو بيستخدم لمده 3 شهور والدوز بتاعته 2.5 مللي جرام لكيلو جرام، وده موجود ستيل بريزنت في اليونايتد ستيتس وجابان ويونايتد كينجدم لكن مش موجود في بقيه الدول الاوروبيه. في مشكله انه بيحصل ريلابس معاه كتير. الازاثيوبرين اللي هو الاميران ملوش رول معانا خالص حالات المينيمال تشينج، ما نكتبش الاميران خالص بحجه ان سعره رخيص لان هم فعلا ملوش اي افكت، وكل الاستاذ قالت ملوش اي رول في القصه بتاعت المانجمنت. النيو ايجنت زي الام ام اف برضه بتسبستيتيوت السي ان اي عشان تافويد السايكلوسبورين نيفروتوكسيستي او السي ان اي نيفروتوكسيستي، و هيد تو هيد هو كومبارابل افكت از ريجارد الريميشن، ولكن الريلابسز معاها اكتر شويه. ولما اتعملت لارج راندمايزد كروس اوفر ترايلز في 60 عيان وجدوا انه الهيد بتاعت السايكلوسبورين كان الريميشن فيها 44% كومبيرد من 64% في الام ام اف. ريتوكسيماب له رول ولكن هو فيري اكسبنسيف دراجز، ومشكلته ان الافوردابيلتي انه اكسبنسيف زي ما احنا اتفقنا، ولكن برضه هو له سيريس سايد افكتس انفكشن، وفي دراسه اتعملت وكان فيها اعتقد حوالي 40 عيان او 22 عيان في واحد منهم دايت من الانفكشن وبيحصل ريلابسز. هو طبعا احنا اتفقنا ان هو بيبقى سي دي بياخد البي سيلز مع الري ابيرنس وبي سيلز تاني بيحصل ريلابسز تاني، ولكن دي كلها ادوات المفروض الواحد يبقى عنده اويرنس بيها لان كل واحده من دي لها استخدام في وقتها. از ريجارد الادلت وده هننهي بيه ان شاء الله التوب بتاعتنا، برضه الرود ماب بتاعنا ان لما بيحصل ريميشن بيبقى الاسترويدز هو استرويد ريسبونس الحمد لله، ولكن في حالات الريلابس نفس الكونسيكونس بتاعت عند التشيلدرن بنبدا نستخدم السكند لاينز بتاعتنا. الاورال بريدنيزولون في الدوز بتاعتنا احنا بالنسبه للادلت 1 مللي جرام لكل كيلو جرام، والماكسيمم دوز عندنا برضه 80 مللي جرام بير داي ما بنزودش عنها، وزي ما اتفقنا لازم نعمل جاستريك بروتكشن بالاتش تو بلوكر او بي بي اي، كمان البون بروتكشن مع البيسوسفونيت وممكن نستخدم الكالسيوم او الفيتامين دي. زي ما اتفقنا ان الريسبونس بيكون ديليت شويه في الادلت فيرسس التشيلدرن. اعتقد الكلام ده احنا قلناه برضه. قصه الكومبلاينس بتاعتنا ان العيان برضه ممكن يحصل فوميتنج وداريه، وده بيكون بالنسبه لنا داعي ان احنا نبدا نستخدم الانترافينس مسيل بالزنور وبعد كده بنعمل تابلنج للسوليد بتستخدم، ولكن للاسف الشديد الفيكس بتاعتها مش زي الاورال او اليوجوال دوز اللي احنا بنستخدمها. في حالات الفريكوينت ريلابسنج والكورتيكوستيرويد ديبندنت ميثودك سندروم احنا برضه بنمشي بنفس السيكونس بتاعتنا ان احنا بناخد بالنا من ان احنا بنستخدم الادوات اللي هي متاحه قدامنا از ريجارد السايكلوسبورين تاكرولماس الام ام اف الحاجات اللي زي كده كلها. از ريجارد السايكلوفوسفامايد في الادلتس الدوز بتاعتنا من 2.5 مللي جرام زي التشيلدرن، ولكن البوتوم مايند ان احنا الحالات دي عشان الايشو بتاع الفيرتيليتي والاستيريليتي المفروض لو في عندنا بلاد بانكس بانك للسبيرم والاكس عشان القصه بتاعت الفيرتيليتي بعد كده ممكن الادويه لها ادفيرس افكت من الموضوع بتاع الاستيريليتي. طبعا الايشو بتاع السايكلوسبورين احنا قلنا نفس الكلام بالدوز بتاعتها. التاكرولماس النيور ايجنت عندنا اللي هو احنا ساعات فعلا بنستخدم الام ام اف كتير جدا لما يكون العيان جاي بريزد سيرم كرياتينين عنده بدا يخش في سايكلوسبورين نيفروتوكسيستي
ممكن جدا جدا استخدم ام اف وجايبه فيري جود ريسبونس مع الادلتس. برضو الايشو بتاع ريتوكسيماب بنفس البروكوشن اللي احنا استخدمناها قبل كده اعتقد نفس الكلام اتقال في السيناريوز اللي قبل كده. طب الحالات اللي بيكون ادلت مينيمال تشينج ديزيز وذاوت نفروتك رينج بروتوكول، هل يسمح لي ان استخدم كورتيكوسترويدز؟ لا طبعا هستخدم الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الاول خالص، لو سولت استخدم ايس ارفيس، لكن الكورتيكوسترويدز ما لهاش اي دور معانا او اي اميونو سبريسيف دراجز مش موجوده معانا. السكند ريكوز طبعا زي ما احنا قلنا المفروض الحالات اللي هي زي نان استرويد اللي احنا بنهافت وسولت الادويه اللي عملت المينيمال تشينج ديزيز. واحيانا في الموضوع بتاع نان استرويد بتبقى قصه مش مينيمال تشينج، ده بيبقى معاها ساعات اكوت انتنسيشن فايتس، وهنا ممكن ابدا استخدم سمول دوز من استرويدز مش زي النسبه الثانيه. الحالات اللي هي تبقى سكندري هوجكن ديزيز طبعا انا بعالج هنا الهوجكن وبعد كده بالتالي بعيه بتعالج المينيمال تشينج. اد ان ثانك يو.